الأمور مشتعلة يا سادة يا كرام في باريس سان جيرمان بعد فضيحة الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. ليه بقول فضيحة؟ حد يقول لي ده ريال مدريد فريق عظيم برضه وفريق عملاق، ماشي، ولكن إنك تكون كسبان في الشوط الأول 1-0 ويتعمل عليك ريمونتادا، يبقى أنت فريق ضعيف، فريق حزين، فريق سيء، رغم امتلاكك لمجموعة أسماء كبيرة من حيث الأسماء، لكن من حيث المجهود صفر على الشمال. الأمور مشتعلة في باريس، خناقة شوارع ما بين أشرف حكيمي وليونيل ميسي تنتهي بتدخل أمن باريس في أول عودة للتدريبات بعد مباراة ريال مدريد، مباراة العودة، وناصر الخليفي يتدخل باتخاذ قرارات صارمة ضد ليونيل ميسي وضد المدرب بوتيتشينو. هنعرف الأمور، ولكن انزل اعمل لايك، انزل فجر زر الإشراف وتابع معانا الحلقة إلى نهايتها علشان فيها تفاصيل. لو فاتتك أنت الخسران مش أنا تماما يا سادة. حصلت خناقة كبيرة جدا واشتباك بالأيدي وسب وشتائم كثيرة ما بين النجم المغربي أشرف حكيمي وليونيل ميسي، والأمن تدخل، وبالأمن، لولا الأمن كان ممكن يحصل مجزرة في تدريبات باريس سان جيرمان، هكذا ما فجرتها صحيفة ليكيب الفرنسي. كذلك في مشادات حصلت ما بين نيمار وميسي وما بين مبابي وميسي أيضا في التدريبات أمس قبل خناقة حكيمي وليونيل ميسي. الأمور مشتعلة يا جماعة، الأمور في باريس مشتعلة. ناصر الخليفي تدخل امبارح وأطلق تصريحات نشرها الموقع الرسمي لباريس، وأكد بأن بوتشينو آخر مباراة لي هي مباراة النهاردة، وأكد أيضا بأن عرض ليونيل ميسي للبيع ولا مكان لهؤلاء المجرمين داخل العملاق الباريسي.